السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايها الاحباب الكرام من بين الاسئله التي يطرحها الكثير من المستمعين والمستمعات بخصوص رمضان كون بعض الامهات والاباء المسنين يصومون في رمضان رغم انهم يعانون من امراض مزمنه وهذا قد يشكل عليهم مضاعفات. فما حكم الشرع في ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الاسلام دين اليسر وقال ربنا سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالمسنين سواء كانوا رجال او نساء المراه العجوز والرجل الشيخ اذا كان كبير السن وكان يعاني من صعوبه كبيره في الصيام ربنا سبحانه وتعالى اباح له الافطار وقد قال جل جلاله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او مساكين. ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه قال هؤلاء يطيقونه بمشقة زائدة. يطيق الصيام لكن بمشقة زائدة. وهذه المشقة قد يترتب عليها مضاعفات صحية. فآباؤنا وأمهاتنا قد يمرضون. ونضطر فيما بعد اننا نعرضهم للعلاج والمكوت في المستشفيات لهذا ربنا سبحانه وتعالى امرهم بان يفطروا من باب التيسير وان يخرجوا الفديه ومن ثم يملا وقتهم في رمضان بالاعمال الصالحه وما اكثرها المسنين اباؤنا وامهاتنا شافهم الله تعالى يملاون اوقاتهم بالذكر فربنا امرنا بالذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا تسبيح تكبير تهليل صلاه على النبي استماع للقران او قراءه القران حسب القدره يعني ممكن للمسن الغير الصائم ان يملا وقته بالعباده فالغايه هي ان يبقى قلوب المؤمنين متصله بربهم فيمكن ان يملا وقته كله بالعباده بالاذكار والاستماع للقران والمذاكره والاستماع للدروس الدينيه كلها فائده وفيما يصح ان شاء الله تعالى قد لا يصح لان لان في الغالب ان المسن لا يعود الى الشباب لا يعود في صحه كما كان من زمان طبعا هذا من سنن الله في الكون فماذا عليه ان يفعل يملا وقته بالذكر وفيما بعد ان شاء الله تعالى يخرج الفدية وربنا يتقبل من الجميع اللهم امين يا اكرم الاكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبدل والإحسان. اليوم هو السابع عشر من رمضان. وهذا اليوم يحمل ذكرى إسلامية غالية تحتفل بها الأمة الإسلامية قاطبة وهو يخلد لحدث ذكرى غزوة بدر الكبرى هذه الغزوة التي وقعت في أول الإسلام بين المشركين وبين المؤمنين وقد خلد ذكرها القرآن الكريم لما قال ربنا عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة خلد ذكرها لتبقى راسخة في الأذهان وقد سماها ايضا بيوم الفرقان لان فيها سيفرق الله بين الحق والباطل، بين الايمان والشرك، بين الخير والشر. هذه الغزوه اراد ربنا عز وجل ان تبقى راسخه حتى تبقى معنويات الامه الاسلاميه عبر التاريخ مرتفعه. ولانها وقعت في رمضان وهو شهر الصيام والقيام. ولانها شاركت فيها ملائكه الرحمن لان الله تعالى سيامر الفا من الملائكه بقياده جبريل عليه السلام للمسانده للمسلمين وتعلمون جميعا ايها الاحباب الكرام بان الاسلام هو دين السلام ليس دين حرب ولكن هذا الاسلام تم الاعتداء عليه لما نزل في مكه المكرمه وسيدنا النبي أمره الله تعالى بأن يبلغ ما أنزل إليه من آيات ربه تلقاه صناديد قريش ومشرك العرب بالصد والرد واعتدوا على المسلمين وأخذوا أمتعتهم وأموالهم ولم يكن المسلمون مأمورون بالدفاع كانوا مأمورون فقط بالإعراض وأعرض عن المشركين أعرض عنهم حتى ولو سمعت منهم الكلام الجارح وتلقيت منهم الاذى اياك ان تواجههم، اعرض عنهم واعرض عن المشركين. واستمر الوضع هكذا 13 سنه الى ان هاجر المسلمون الى المدينه المنوره. في الحقيقه هم لم يهاجروا بل هجروا هجروا الى المدينه المنوره وسلبوا منهم اموالهم وسلبوا منهم خيراتهم. وكان المسلمون في المدينه يعيشون فقرا مدقعا ما عندهم ما عندهم ما ياكلون وما يشربون فسمعوا في مثل هذا اليوم السابع عشر من رمضان بان قافله قريش فيها ما يزيد عن ألف من البعير محملة بأثمن وأغلى السلع والبضائع قادمة من الشام فقالوا هذه فرصتنا لكي نسترد بعضا من أموالنا لكن قريشا علمت بهذا المخطط فحولت تجاه القافله وقدم ابو جهل ومعه ما يزيد عن 1300 فارس لكي يقضوا على المسلمين اعترضوا سبيلهم في هذه المعركه لم تكن في الحسبان امر طارئ كان الغايه هو اعتراض القافله واسترجاع بعض اموالهم لكن صار المسلمون محاصرون انذاك سينزل القران الكريم فيقول ربنا عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جاءهم الإذن من السماء، أذن الإذن من السماء لكي يتعرضوا للمواجهة. ومن ثم نشبت هذه المعركة وبعد صراع مرير وتخطيطات واستراتيجيات ومساندة ملائكة السماء، ربنا عز وجل جعل النصر حليف المؤمنين. فخلد ذكرى هذه المعركة وبقيت راسخة في الأذهان حتى تعلم الأمة الإسلامية بأنها أمة مؤيدة وأنها أمة منصورة وتبقى على مر التاريخ بأنها إذا صدقت النية وإذا جمعت الشمل وإذا كانت قلوبها وأفئدتها متصلة بربها فإن الله تعالى وعد بالنصر وهذا وعد ليس فيه خلاف ابدا فنسال الله تعالى ان يجمع شمل الامه وان يرفع رايتها خفاقه في السماء وان يعيدها الى سالف مجدها وعزها اللهم امين يا رب يا كريم. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.